السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم إخواني، وأهلا وسهلا بكم وفيديو جديد بخصوص أسرار الغناء. اليوم احنا محطتنا محطة الغناء وليس تعلم العود، لذلك راح تكون عندنا هذه الفيديوهات بحدود عندنا 1 2 3 4 فيديوهات راح تكون عندنا هسه واحد ورا الثاني بخصوص اسرار العود. السر الاول هسه احنا بهذا الفيديو اليوم راح نتحدث عليه. قبل ما اتحدث عنه معاكم زياد هادي استاذ اله العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. في دورات تعلم العود وفي دورات تعلم الغناء العربي بصوره عامه ولكل المقامات من خلال طبعا 8 محاضرات شهريا اونلاين مباشره عن طريق الانترنت، ومباشرة في موجودة ايضا تعلم العود والغناء حضوري موجودة في بغداد اللي حيب عن طريق رقم الهاتف الواتساب. نذهب الان الى قضية السر الاول اللي هو انت عندك النفس الموجود عندك. هسه بتلاحظ حتى كثير من الاطباء يقولون الاشخاص استرخي واعمل نفس، راح تكون عندك الدورة الدموية وراح تكون عندك اللياقة وراح تكون عندك كثير من الأمور. طبعا هذا بغض النظر، احنا ما لنا علاقة بأنه يدخن أو ما يدخن، التدخين مضر لكنه إذا أنت يدخن وما يقدر يتركها فأنت عندك طريقة التمرين والنفس، طريقة التمرين كل ما تتمرن أنت ما تهمك هاي الأشياء، يعني ما تأثر عليك، هذا خليه في بالك، هي مؤثرة مو مؤثرة، لكن إذا أنت ما تقدر تتركها وكذا او تقلل من الاداء بعد يكون افضل، والاشياء الحاره الاشياء اللي بها بهارات هاي كلها مضره للصوت. فالسر الاول اول ما تخليه لازم تاخذ نفس، حتى ب من كان الامراض والوباء الكورونا كانت اكو قضيه طوم انه يعمل عمليه النفس، اذا النفس مهم جدا للانسان، وهي هاي عملية النفس راح تريح الجسم وياخذ كفايته بالأكسجين. هاي عملية واحدة. عملية الثانية اللي هي نفس التمرين، انه من تاخذ تبدي الغناء عندك بالغناء حتى يبدي يستنفذ طاقته ويخلص، حتى ليس عندك انقطاع بالجمل الموسيقية، وبالتالي حتى لا تأثر عليك بهذه الطريقة. إذن النفس بالطريقة الأولى بالغناء لازم أنت أول شيء تبدي بالتمرين، يعني أنت بتقول تاخذ سلم دو ري مي فا صول لا سي دو، شوف لاحظ مقطع ومن هنا دو سي لا صول فا مي ري دو مع دو، وخذ نفس ومرن نفسك على دو استمرارية نفس الفرداش بالعود. كل ما تستمر وتريح نفسك راح تكون عندك قوة صوتية وباور صوتي بالتمرين. أتمنى أنه استفادتوا في الفيديو الأول بأسرار الغناء، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.